يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن الصابئة هم من لا دين لهم، فما معنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟ يا أخي، ختام الآية، جواب في ختام الآية: من آمن بالله. فالذي يؤمن بالله ويترك المذهب الباطل والصابئة والشرك، من آمن من هؤلاء فإن الله يتقبله، أما من لم يؤمن بالله ومات على الصابئة أو على غيرها فهو من أهل النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ: الله ما قال إنهم في الجنة، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بهذه الشروط. نعم.